الفضيلة والدرجة العالية الرفيعة اللهم المقام المحمود الذي وعدت من الجنة إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا والقرآن إماما وأبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واجعلهم من أهل الفردوس الأعلى. اللهم بك نستغيث ومن يغيث سواك. يا رب ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. اللهم احمينا واغفر لنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. احفظ لنا اقصانا اجعله شامخا عظيما كريما عزيزا الى يوم الدين. يا رب لا تؤاخذنا ان